الفقرة الأولى وندخل في الفقرة الثانية إن شاء الله. الفقرة الأولى حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الجهاد وأنه يحب الذين قاتلوا في سبيل صفا كأنه بنيان مرصوص، ومقتضيات الجهاد، مسببات الجهاد، الكفر، الفسق، الظلم، وشفناهم في الأسبوع بعد. يا أيها الذين آمنوا، بيان هذه الفقرة الثانية، الفقرة رقم 2، فيها بيان طريقة الفوز. وفيها تحريض على الجهاد، طريق الفوز، وفيها تحريض أيضا في الفقرة دي، فيها تحريض على الجهاد. صورة كل محور متاح لكل الجهاد، كل صورة كل محور متاح هي الجهاد. لكن شفنا يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، وهي منادى، يعني النكرة المقصودة مبنية على الضم في محل نصب، منادى، ولا حرف تنبيه، والذين هي بدل، شفناها قبل نفس الكلام. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا سيرة الموصول محل لها من الأعراب. هل أدلكم على هل، ما معنى هل؟ إلى معنى يخرج، يعني الأصل أنه الاستفهام مش نفهم، مش نعرف نفهم، لكن قد يخرج على رضاك إلى أغراض أخرى. هل هنا على بابه هل أدلكم، هل الاستفهام على بابه ولا عنده معنى ليه؟ هنا التشويق، التشويق، نعم، لنا يفيد التشويق. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، إذا فيها معنى العرض والتشويق. هل لنا فيها معنى العرض والتشويق، العرض والتشويق، العرض التشويق. كما تقول واحد تحبش نوريك طريقة تنجح بها، مش تسوق كل كيف تعطيك، هل أدلك على كذا، هل لك في كذا. إذا هذا أسلوب تاع التشويق. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، فما واحد باش يقول لا، عاقل باش يقول لا أبدا. إذا أسلوب تاع التشويق خلي الإنسان يطلب، يحب يعرف من بعد. إذا هل أدلكم على تجارة، ما معنى التجارة؟ هي تجارة البيع والشراء، هو معاملة، هي معاملة قباشة، هي يعني التجارة هي معاملة برأس مال يراد أو يراد بها الربح. هذه أصل التجارة، معاملة برأس مال، عندي رأس مال، نعم. ولذلك الإنسان المعامل برأس مال، قد يكون مال برأس مال، قد يكون مادي وقد يكون مش مادي. قد يكون مش مادي. بالضبط، أنا غير مادي. فمعاملة كل معاملة، ولذلك الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذا رأس ماله هو حياته. لأن في الحديث هذا رأس ماله هو حياته. كل الناس يغدو أي في الصباح. فبايع نفسه لشكون؟ أو معتقها أو مبقها، بايع نفسه لله إذا يعني إما أن يبيع نفسه لله وأن فمعتقها، فبايع نفسه يكون للشيطان أو للإنسان لله. إذا فبايع النفس بايع اثنين، فكل الناس يغدو فبايع نفسه وبعد نتيجة فمعتقها إن باعها لله ومبقها إن باعها للشيطان، نعم. إذا هل أدلكم على تجارة، والتنوين للتعظيم، التنوين للتجارة، تجارة هذه تجارة تنجيكم من عذاب، ولا تجارة تنجي من عذاب الله إلا هذه التجارة، على تجارة. إذا التنوين هنا للتعظيم، تجارة يعني عظيمة تنجيكم، ويكفر تنجيكم من عذاب، ما معنى العذاب؟ ممتاز. العذاب هو ما يقطع، كل ما يقطع، ما يقطع عذوبة الحياة ولذاذتها، ولذاذتها.
لأن كل ما يقطع عضوبة الحائل سمع ذلك. وأليم بمعنى هي كلمة أليم على وزن يرتبش إما هاي تعرفوا عاد ما شاء الله عليك أليم فعيل تأتي بمعنى اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مفعول. إذا أليم أنا دوش هو اسم فاعل أو اسم مفعول تقول سميع بمعنى سامع كي تقول قدير جريح مجروح جريح قدير قادر هذا هي اسم فاعل. اذا عندي أليم فاعل يعني مش هاخذ اسم فاعل ايش اسوي الاثنين سامع ليش كانه مؤلم فاهم مؤلم العذاب لا لا اذا مؤلم اذا أليم معنى مؤلم بمعنى موجع موجع أشد الإيجاع. إذا مؤلم أي موجع صفاء مؤلم موجع أشد الإيجاع. إذا تجارة تنجيكم من عذاب ما يقطع ضوء الحياة وذاتها موجع يعني أليم موجع هذا. قال تؤمنون بالله ورسوله هل أدلكم على تجارة اللي يقول هل أدلكم على تجارة الكلام هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا والله هل الله أمر نبيه ويقول هذا والله قال مباشرة نعم بالطريق الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله مباشرة ما تحتمل زعما قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم تحتمل ولا ممكن تحتمل إذا تحتمل أن يكون الكلام موجه مباشرة من الله إلى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا هذا الأول هل أدلكم على تجارة تنجيكم عذاب قد تؤمنون بالله ورسوله لنا إظهار قد تؤمنون بي يعني الله سبحانه هو إظهار في موضع الإضمان لو قال تؤمنون بي وبرسولي الكلام ماشي لكن إظهار في موضع الإضمان لإبراز تؤمنون بالله تؤمنون بالله هذا يسمى إظهار في موضع الإضمان الأصل يعني إذا كان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم عذاب أليم تؤمنون بي هو اللي خاطب فيه هكذا ولا لا؟ أن يقول تؤمنون بي وبرسولي ورسول تؤمنون بي وبرسولي والمجاهدون في سبيلي لكن هنا أظهر لفظ الجلالة الإظهار يسمى في موضع الإضمار في المجلس يجي ضمير تؤمن بي الضمير فلنا وبرسوله لنا قال لنا الإظهار في موضع الإضمار لمعنى لإبراز تؤمنون مكان الله سبحانه وتعالى أو قد يقول قد يراد القول الثاني لو توسعنا أكثر شوي قلنا يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي قل يا محمد قل لهم يا أيها الذين آمنوا خطبهم قل يا أيها الذين هل أدلكم حبش ما يدلكم على تجارة تؤمنون بالله يولي لا فماش نهار يولي على بابه لو قلنا أن الكلام هذا قدرنا له كل محذوفة من لون وجائز من حيث المعنى جائز قل أي قل يا محمد يا أي خطبهم قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم على تؤمنون بالله ورسوله لن ما ثماش حتى إظهار لكن في القرآن هنالك يعني ملأ بيقول أطيع الله ورسوله قل يعني هنا المراد يعني المعنى الأول ولكن ما ينفيش المعنى الثاني المراد هو المعنى الأول أما لو توسعت أكثر شوي ممكن يكون لا فماش مانع اللغة لغتنا فماش مانع حيث المعنى فماش مانع إلا من بعد شوية فما المانع شوية من بعد ربما من بعد نتراجع على الرأي الثاني أما مبدئيا فماش مانع تقول قل يا أيها الذين بذلك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إذا هنا وين التشويق كأن النفس يعني استشرفت وأرادت أن تعرف شنو التجارة اللي مش تنجي من عذاب أليم نعم تسويق الله أعلم هنا يعني بأن هناك إيمان يعني الله عز وجل يخاطب الذين آمنوا ومع ذلك الإيمان هناك عذاب يعني التسويق أن الإنسان لا يكفي الإيمان فالردد من عمل آخر ينجي من هذا العذاب نعم لينجي من العذاب هو هذه التجارة مش يقولها ربي ما لا على أن تؤمنون بالله يعني ربط هذه بهذه كأن النفس بعد ما قيل لها هل أدلك على تجارة تنجيك من عذاب أليم بس قل نعم بستلزم فقال ها هو الجواب هو جواب هذا إذا كان النفس سألت كيف العمل أو ما العمل
ما العمل الكبرى؟ قال تؤمنون بالله ورسوله. إذن هذه كان إجابة على سؤال مقدر. إذن كيف العمل حتى ننجو من العذاب الأليم؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طيب قال تؤمنون بالله، ما معنى تؤمن بالله؟ طيب تؤمنون بألوهيته، بلقائه، بربوبيته، نعم، بلقائه، بوعده ووعيده، وعد بالجنة وعيد بالنار. إذن تؤمنون بكل، تؤمن بالله بألوهيته، بأسمائه، بصفاته، بربوبيته، بلقائه، بوعده، بوعيده. إذن تؤمنون بالله ورسوله، إيمان بالرسول، الاتباع، الاتباع والتصديق في ما أخبر، أي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. صحيح، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. إذن الإيمان بالرسول، التصديق ما أخبر، كل ما جاء به. إذن تؤمن بالله وتؤمن رسوله وتجاهدون في سبيل الله. المجاهدون من فعل جاهد. إذن تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، انتهاء عما نهى عنه وزجر. الانتهاء عما نهى عنه وزجر. وتجاهدون في سبيل الله، من جاهد بل يعني سمعتها جاهد بدل الجهد. نعم، جاهد نفسه يعني بالغ في بذل الجهد. بدل جهد، بدل جهد، يعني بدل جهدا. جاهد بمعنى بدل جهدا، بدل جهدا وطاقة. تجاهدون في سبيل الله. إذن تجمعون بين أمرين، يعني النجاة من العذاب الأليم تكون باش بأمرين: الإيمان بالله ورسوله، الأولى. اثنين، المجاهدة. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون في بذل الجهد والطاقة، المجاهدة. تجاهدون من؟ الذين يحاربون الله ورسوله. تجاهدون من؟ تجاهد فما ضرب بالجاهد، لأنه معلوم تجاهدون عدو الله وعدوكم. هؤلاء اللي هما الكافر المنافق، سيدي مصطلح فهم الفاسد، المشرك، المشرك الظالم، الشيطان. إذا تجاهدون عدو الله وعدوكم أعداء. وكل من يقف بصفة عامة، كل من يقف في وجه الدعوة، وكل من يقف في وجه الدعوة كما توجه، كما توجه. لا معنى تحت مشرع، تحت لا لابد، تحت راية، تحت راية تجاهدون. نعم، تحت راية. وتجاهدون في سبيل الله، في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما معنى في سبيل الله؟ من أجل الله بالله، من أجل إعلاء كلمة الله. إذا في سبيل الله المقصود بها لإعلاء كلمة الله، في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وما معنى تشهد إعلاء كلمة الله؟ تثبيت شرع الله عز وجل على السطح، على السطح. تثبيت توحيد صحيح. طيب أن لا يعبد، أن لا يعبد في الأرض غير، طيب غير، وأن لا يحكم إلا شرعه، وأن لا يحكم خط العبادة نصلي نصوم كذا، أن لا يحكم إلا شرعه.
وأن نرفع أن يرفع الظلم على أوليائه. إذا معنى أعلاء كلمة في سبيل الله، أعلاء كلمة الله، أن لا يعبد في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، أن لا يحكم شرع إلا شرع الله، أن يرفع الظلم على أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم؟ بل الظلم تحقيق العدل. هو إذا كان يرفع الظلم فحققت العدل. نعم؟ حققت العدل. إذا ثلاثة أبيات، يعني أعلاء كلمة الله تكون بأن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الشرع أن لا يحكم الناس إلا بشرع الله، أن يرفع الظلم عن أوليائه سبحانه، أن يرفع الظلم. إذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لحظة، أنا سبق في سبيل الله على بأموالكم وأنفسكم، علاش؟ لأن يكون النية وجه الله، يعني النية إخلاص. طيب، يعني أن يكون لا مجاهدة إلا إذا كانت في سبيل الله، وهذا التركيز على الإخلاص، الإخلاص والنية والإخلاص. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل تبريب، الرجل يقاتل من أدرى شنو، هذه كلها ما تمسيش لا، في سبيل من أجل إعلاء كلمة الله، وهذا أمر هام جدا. بس في التحذيرات إن المؤمنين الذين جاءوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا، أنت في السياق، أنت في السياق نتاع أحيانا يقدم لهنا تجاهدون للتركيز لإبراز، لأنها يحكي على التجارة واش تنجي، فركز على تكون الإخلاص فيها. ولاحظ قال في معرض المجاهدة في سبيل الله، نعم، يعني السياق نتاع الآيات هو اللي حدد، السياق نتاع الآيات هو اللي حدد. تعالي هذا وجيبه الآن. في الحصر شايف. نعم، هي مجاهدة كلها في سبيل الله، تفيد هو التقديم، ما حقه التأخير؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم. قول أنا لو قلت في بأموالكم وفي سبيل الله أو في سبيل الله، يعني الأكثرية اهتمام، وقد فيها معنى الحصر، فيها معنى الحصر، فيها معنى الحصر، الاهتمام، اهتمام بشأن أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. قال: بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم، بالمال والنفس. هنا قدم المال. طيب، واغلب يعني كل الايات الا ايه واحده كلها يقدم فيها المال على النفس. المال لان اما اشق الانسان باش يجاهد ماله ولا بنفسه؟ والجود بالنفس اغلى غايه الجود، اغلى غايه الجود. يعني الجود بالنفس اعلى، اعلى هذا شيء. نفس المال اذا تخلص من مالك، من دليل تخلص من نفسك. فاذا مرحليه انك اللي جاهد بالمال ينجم يرتقي باش يجاهد بالنفس، والذي لا يجاهد بالمال يبخل بماله امنه بنفسه من اول. اذا هي مرحله في التربيه، انك تعود نفسك على الجهاد بالمال فتتخلص من بعد لما هو اعلى، الجهاد بالنفس. ولذلك المال، ثم ان الجهاد يحتاج الى عده واعداد، هو المال، هو المال. أن عدة الجهاد هل هي لازم يكون العلم، هو تحصيل نصيب من العلم، هو النص: واعدهم ما استطعتم من قوة. القوة تدخل فيها كل شيء، كل شيء. يعني اللي قال ما استطعتم فقط، ما استطعتم من قوة، لأن يعني في داخل النص هو من نص من عند الله. أنت تعمل في وسعك، والمسلمون عمرهم ما انتصروا بقوتهم ولا بعددهم أبدا، ابدا، من نوع حتى التو ما حتى من تصور. يعني سنه الهيه نوجد. اذا قدم المال، لكن في سوره التوبه ايش يقول الحق سبحانه وتعالى؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و... لأنه مش قال جاهدوا مرحليين، ابدا بالمال وبعد التقي للنفس كلها، لكن الصفقه المراد هل المال ولا النفس؟ ولذلك في الشريان في عملية السرقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، راه مش الغاية المال، النفس قبل. في موضوع السرقة نتاع البيع والشراء قدم النفس، لأن هي محل السرقة، هي محل السرقة بينك وبين ربك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الأموال في مرتبة ثانية، لأن الله إذا. لكن هنا تجاهدون، والمجاهد لابد في إعداد المال ثم النفس، ولذلك بأموالكم وأنفسكم حتى
ثم المال يبخل بماله، يبخل بنفسه، يبخل. قال ذلك ذلكم 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 خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هذا الإيمان بالله ورسوله مع الجهاد هلك والذي يرد عليها تودعها هي كلكم هي المخاطبة. ذلكم خير لكم، خير شنو المعنى تاعك؟ أخير ممكن تكون أخير حذف الهمزة خفيفة هكا ولا على وزن أثر وإلا وإلا شنو تقدر تكون؟ أفضل خير لا هو أفضل يعني أفعل مصدر كون نعم يعني اسم على اسم على وزن فعل إما باش نقول أن خير هنا إما بمعنى هذا ولا خير هذا ضد شنو؟ شر شر وأخير ضده أشر 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 طيب أشر إذا خير شر يقابل شر هنا اسم وأخير هنا مفاضلة. هل هنا بالمفاضة ولا المراد خير؟ المراد خير. المراد الأسوء يكون خير. لأن ذلك لا مقابلة مع هذا الخير. تقول أخير فما حاجة أخرى فيها خير هي أعلى منه. لا الأولى واللي كان برشا مفسرين مشاو فيه معنى أخير. معنى استحباب ولا فما حاجة خير ولكن هذه أخير. وقالوا التجارة تاع الدنيا. لا لا وجه المقارنة. لذلك الأولى أن أقول خير بمعنى ضد الشر. ذلكم خير هذا والخير لكم، ذلكم خير حاصل، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن هذه أصل شنو؟ شر. إن سمو الحرف حرف شرط. حرف شرط حرف شرط وقتش يؤتمي بيع عنا بين إلى وإن ولو ولو طيب يعني الحق الذي قد يتحقق أو لا طيب في الشرط اللي يتحقق نقول ديما إذا إذا جاء نصر الله باش يجي قطع إذا الشمس كورت إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم قد يأتي وغدا إذن في الشيء يشارك فيه نقول إن والشيء اللي ما يقعش نقول لو لو أرادوا العدة لا عدوا لا عدة إذا ما أرادوا العدة لأن إن كنتم تعلمون يخاطب في شكون؟ المؤمنين ويقولون إن كنتم تعلمون كأنه يشكوا في علمهم لماذا؟ لأنك ما ننساوش أول سورة أول سورة لما تقول سبب نعم لأنهم قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب الله أحب إلى الله لعملنا قالوا جهاد لما جاء الجهاد في أحد فما شكون تأخر إذن قال إن كنتم نزلوا منزلة من يشك في علمه عتابا إذا نزلوا عليك بالإن فهمناه نزلوا إذا ألا نزلوا منزلة من يشك في علمه من يشك في علمه علاش من باب العتاب عما جرى في أحد في أحد إذن إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون إذن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله هذه من حيث الإعراب نتاعها جملة استئنافية بيانية استئنافية يعني استئناف يعني مستأنفة يجي استئنافية بيانية لما سبق بين ما سبق بيانية استئنافية بيانية بين التجارة تبين هي التجارة تؤمن بالله ورسوله وإن كان جمل قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طيب إذا هؤلاء نزلوا منزلة من يشك في علمه فاستعملوا إن كنتم تعلمون قال يغفر لكم
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب يغفر لكم، عايزكم يعني بالفعل هذا يعني العرب مجزوم. طيب ممتاز، فعل بالنقطة بالطريقة فعل مضارع مجزوم. يجب نحن الجازم نتاعك هذا ليش؟ ما الذي يجازمنا؟ انتم جاهدوا في سبيل الله. اي وين الشرط؟ انتم جاهدوا في سبيل الله تؤمنون. كيفاش عقدني يعني كيفاش؟ انتم جاهدوا في سبيل الله، انتم تاجروا هذه التجاره يغفر لكم. اذا اما باش نعتبرها نعم نعم جواب صحيح، اما ان نقول لا مش حاسس الجمله الاولى. ان تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله في سبيل سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم. لأن إن نستعمل جازم لفعلين ممتاز. إن حرف شرط جازم لازم لفعلين ممتاز. شوف تسفينا تسفينا اللغة ما كانش ما نجمش نطلعها. شنو يغفر لكم هنا مرفوعة بثبوت النون، تؤمنون مرفوعة بثبوت النون هكا ولا لا؟ وتجاهدون مرفوعة بثبوت النون ولنا ملزومة. كيفاش نقول لو إنا أنه إما أن نقدر شرطا محذوفا مقدرا لنا إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. إذا الشرط حقق الشرط يجي النتيجة تاع الشرط. إن حرف شرط جزم إذا يغفر فعل مضارع مجزوم لأعلى. علاش؟ لأنه جواب شرط جواب شرط محذوف مقدر. إذا إن تؤمنوا التقدير ما شنو؟ التقدير شنو نقول؟ إن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. إذا وتولي أو هذا جواب أول. جواب أول نقول أنه فما إن محذوف الشرط محذوف. أو شو يلزم الفعل المضارع؟ يلزم الفعل المضارع لم بك. طيب لم تجزم ها شنو اخر؟ لم تجزم. طيب لم لي لم مجزوم الامر لينفق لام طلب. طيب لان امر امر فلم لينفق لم لينفق بسعة من سعته لم لما ولا لا تغلط ترزم لا ترزم فعل الطلب فعل الطلب من الجوازم فعل الطلب من الجوازم فعل الطلب فعل الطلب يجزم من الجواز كيف؟ افعل 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 تقول كي تقول قل تعالوا تعالوا أتلو بالواو ولا بلاش؟ بلاش تعالوا أتلو بال علاش؟ جواب لأن تعالوا فعل أقرب ولا تعالوا أتلو ما نكتبش بالواو مع الواو حرف مجزوم حرف لا موسى عليه السلام قالوا في البقر كذا واحد البقر اسخلوا الخوف ادعو لنا ربك يبين ادعو يبين شنو خلي يبين مجزوم ادعو فعل طلب ادعو ادعو يبين ادعو نقول يبين ادعو يبين اذا ادعو يبين ففعل الطلب يجزم يجزم الفعل هنا ما عندناش فعل طلب أقول له معلش فعل طلب قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. قال بعض العلم فمن قدر شرط من علماء من قدم شرطا محذوفا قال إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر واضح كما شفنا المرة الأولى. اثنين فما قال تؤمنون بمعنى آمنوا وتجاهدون بمعنى جاهدوا ولي فعل طلب ولا لا بالمعنى هذا؟ قال لك هنا هو اصل تؤمنون اي امنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله يغفر لكم. اذا هو هذا اصل فعل الطلب لكن صيغه على من غير حذف من غير حذف. علاش؟
اما خبر والا انشر. ممتاز. الخبر ما هو يحتمل التصديق الصدق بصرف النظر عن قائله، يعني اذا كان قال الله والرسول لا، ما لا بصرف النظر عن الخبر كل ما يحتمل الصدق والكذب والكذب الاشاره كما الاستفهام كما الاستفهام كما النهي نعم الدعاء كما النهي نعم استفهام كما الامر الامر ايضا. اذا هذه كلها تدخل في الانشاء. كان قلنا آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يدخل هنا ولا هنا؟ آمنوا إنشاء. ممتاز. آمنوا إنشاء. وكي قال تؤمنون يجي لهنا ولا لهنا؟ خبر. تؤمنون هنا هو إما أن نقول هو إنشاء جاء في صيغة خبر ويولي فما حكم فيه، وهذا في اللغة العربية موجود في القرآن بصيغة خاصة. إذا هو إما نقول كما قال بعض العلم تؤمنون بمعنى آمنوا، لكن جاء هو إنشاء جاء في صيغة خبر. لماذا؟ أن لبيان أن المسلم المؤمن بمجرد أن يتلقى الخبر باش يولي عنده باش يأخذ الإنشاء يعني الأمر، بمجرد أن يتلقى الأمر باش يصبح عنده التنفيذ طول فيولي خبر في حق. إذا أحيانا يصاب والإنشاء في صيغة خبر ليبين أن المؤمن يستجيب ويولي خبر في حق، كأنه خبر ما عادش يولي أمر، سرعة وكثرة استجابة المؤمن فيولي. وهذه يعني غاية بلاغية نلقاوها حتى في الأصول تقرأوا الإنشاء قد يأتي الخبر ويراد الإنشاء أو إنشاء ويراد بالخبر لحكمة لغرض بلاغي. الغرض هنا أن المؤمن سرعة استجابته للأمر فأصلح بشارة التحقيق ولا خبر يخبر عليه. تؤمنون أنتم تؤمنون بالله ورسوله. مثال قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. شو الصيغة نتاعها الجملة دي؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر. ويراد به الإنشاء. إذا يعني يرضعن أي أرضع هكا ولا؟ إذا يرضعن فهو خبر أحيانا الخبر ويراد إنشاء أو إنشاء ويراد الخبر. لهنا كيف كيف تؤمنون هو خبر لنا في هو إنشاء لكن جاء في صورة الخبر. لماذا؟ امتثال المؤمن المؤمن يا أيها الذين آمنوا ويسموا تجارة سينفذون ولي تمشدون. وهناك ممكن أن نبين الفرق بين الذين آمنوا يعني في أول سورة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم يعني فرق بيناتهم يا أيها الذين آمنوا البنين يا أيها الذين آمنوا الثاني هو عتاب ثم تحريض هو العتاب من الأول ومن بعد بين أن الله يحبه. إذا ما سمعك المؤمن سيستجيب. إذا يعني في أول السورة في أول سورة المؤمن سيستجيب الذين آمنوا أدلكم على تجارة تنجيكم على الأليم والإيمان موجود يا أيها الذين آمنوا. إذا تؤمنون بالله صيغة الإنشاء أصل إنشاء أصل آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا لكن صيغة مساق الخبر لبيان أن المؤمن في الأصل في الأصل أنه يولي هذا خبر وليس يعني طلبا. الشيخ بالنسبة صراحة الشيخ يا أيها الذين آمنوا دولة يعني لما تقولون يعني لا تكون مؤمنين حتى تقولوا حتى مقتضى الإيمان. نعم هذا المعنى. نعم لكن المعنى في أيها الذين آمنوا الثاني هذا يعني الإيمان موجود لتطبيق الأوامر. نعم الإيمان الإيمان موجود يا أيها الذين آمنوا يعني إجابة الإيمان تحت موجود لابد أن تطلبوا إيمانا إضافيا تؤمنون بالله يا أيها الذين آمنوا ثم تؤمنون بالله يعني إيمان إضافي لربما حتى تطبق الأمر يعني لا هذا حقيقة الإيمان لنجلي لنجلي حقيقة الإيمان لنجلي لنجلي وقال يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم الإيمان ولكن في دول لماذا قلنا فما خلل في التطبيقية لنا لا تجاوز هذا بتجاوز الخلل هذا قال تؤمنون بالله ورسوله أم هم أثبت لهم الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا أثبت لهم الإيمان لأن تؤمنون بالله ورسوله لما نقول هذا يا شنو جملة شنو جملة خبرية خبرية ويراد به الإنشاء أي آمنوا وجاهدوا وإن نقول لا خليها كذا ونولي نقدر لهنا إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر عندي زوز يعني قولين وهذا هذا جائز ولا جائز واللغة العربية وخد القرآن يعني الحرب إذن يغفر لكم ذنوبكم أحيانا نلقى من ذنوبكم وأحيانا نلقى يغفر ذنوبكم منه أقول لا ساعات نلقاه يغفر لكم من ذنوبكم ساعات نلقاه يغفر لكم ذنوبكم
أول حاجة القاعدة كل ما يخاطب المؤمنين من أمة محمد ما ثماش من بالكل. من هي طبيعية؟ من طبيعية؟ بعض من كل. لن تجد آية خاطب المسلمين يعني تاع أمة المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتلقى فيها من. لا. تلقى الأقوام الأخرى. مثلا في سورة نوح. كيفاش آية أم نوح؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. في مؤمن الجن في الأحقار وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا يتراك من الطريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم من ذنوب الخاص هنا لماذا منه؟ لأن هو يخاطب في كفار والكافر عندما يغفر له من ذنبه يعني اللي يمشي يدخل في التوحيد والعقيدة لكن ثم معاصي أخرى ما زالت فيغفر له من ذنبه مش الذنوب الكل يزمى توبة أخرى فليشرب الخمر ولا يعمل في الربا ولا يأكل في أشياء محرمات يعني إذن أما على مستوى التوحيد يغفر له لكن ذنوب أخرى يعني تحتاج إلى بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني خاصية في القرآن لا نجد هل من هذه يا أيها الذين آمنوا ولا يغفر لكم ذنوبكم يخاطب يا الذين يغفر لكم ذنوبكم لأن بطبيعة الحال هو اللي آمن التوحيد حققه يبقى في التطبيق وبعض أخطاء قال يغفر لكم إذن جميع ذنوبكم ليس من مش تبعيدي لنا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أليس خاصة للمجاهدين الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هذه التجارة إذا ككل تجارة ثم ثمن ثم سلعة وثم ثمن ما هي السلعة وما هو الثمن هي ما تجارة لا والتجارة إيش عنده عنده سلعة عنده الثمن تاع هذا نحطوها بالطريقة السلعة شنو لها السلعة الإيمان الإيمان بالله ورسوله والجهاد هذه السلعة ثم ثمن تاعها الجنة 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 وما فيه الجنة وما فيه إذا عندنا سلعة وعندنا إذا هذه السلعة تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون والمقابل تاعها الثمن الأجر هو الجنة الثمن والأجر هو الجنة إذا قال يدخلكم جنات بالجمع جمع جنة تجري من تحتها الأنهار الأنهار الكل يقول من إلا أي واحد هذا ولا التنصب التو قلنا عليه التو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار والله أعلم لما خصص هذايا ناس معينين خصهم بجنات مؤجلة معينة الأخرين تجري من تحتها من تحتها والأخرين تجري تحتها خصهم فخصهم حتى في الثواب قال السابقون الأول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إذا الناس مخصصين فخصصهم حتى في الجنة خصصهم شيء معين يعني لبيان فضلهم ولكلها من تحتها الأنهار إما تجري من تحتها تنبع من تحتها الأنهار أو تجري من تحتها تتعدى من تحت الأنهار تجري تحتها تتعدى يعني الأنهار ملوطة تحت الأنهار ولكن لتخصيص المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان هذا قال من تقاطعه والله أعلم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة قال ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
هنا الجنات بالطبيعه فيها فيها مسائل ولا لا؟ كي تقول جنات والجنه بما فيها فيها قصور فيها هنا قال مساكن مساكن طيبه. معنى طيب في اللغه ضد الطبيب ضد ضد طرف الاشياء هو شنو شنو ريحته طيبه هذيك رائحه طيبه هذيك بالنسبه لحاجه اخرى. اما الطيب هو هو المبرأ من النقائص والعيوب الشيء الطيب المبرأ من النقائص والعيوب. ان الله طيب ولا يقبل الا طيبة ما كان مبرأ من النقائص والعيوب في النيه في الاصل اللي جبته كل شيء. اذا لا ان الله طيب ومبرأ سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله يقبل لا طيب. وايضا لا يقبل طيبة ما كان طيب يعني المقصد طيب والنيه خالصه يبتغى بها وجه الله. اذا الطيب هو المبرأ من النقائص والعيوب. اذا مساكن طيبه مبرأه من كل النقائص والعيوب اللي نجدها في المساكن تاع الدنيا هذه. بلي كان كبرتها مشكله كان صغرتها مشكله كان حالتها كبيره مدينه ما تقدرش تلقى فيها مشكله وما ثمش دار ما تلقاش فيها مشكله. اذا المساكن الطيبه مبرأه من كل النقائص والعيوب. مساكن بالجمع جمع مسكن طيبه في جنات عدن. جنات عدن اي اقامه إقامة وخلود إقامة وخلود وبقاء. هنا السؤال وين؟ لماذا أبرز الحق سبحانه وتعالى في الآية هذه المساكن الطيبة؟ نعم لأنه الجهاد لربما الجهاد سيفارق الحياة فيعرضه الله عز وجل لحياة بمسكن خير من مسكنه. طيب الشاهد قربت شوية قربت شوية عندك أجر. نعم الله يبارك فيك عندك عملها بالله يعني صح. الإنسان الذي يجاهد يترك المسكن تاعه ولا لا؟ وديما خاطر باش يبقى مش جاهد في داره ولا مش يبقى في داره سكر على الباب ويقول جاهد انا تو هنا انا في جهاد اكبر يقول لي يبقى في جهاد اكبر حتى نمشي على الاسرى ندفع على الاسرى انت ما نمشيش في الاكل حتى بعد رجعوا لي بيها. فاذا مش يترك المساكن والديار باش يعوض ربي الديار. اذا مفارقه الديار مفارقه مؤقته تعوض بديار لا تفارقها ابدا. ولذلك شوف اللي يدلك على المعنى هذا قول الحق سبحانه وتعالى في سوره التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها ترضونها في الدنيا. قال خلي بال هذيك راني باش نعطيك مساكن ما تفرقهاش بكل. طيب. واضح ولا لا؟ اذا هذا ترغيب اذا ترغيب في الجهاد في سبيل الله. اذا ومساكن طيبه مبرره ثم اقامه ابديه سرمديه. ومساكن طيبة جزاء أنك تركت مؤقتا تركت المسكن تاعك يعوضك ربي سبحانه وتعالى. ومساكن طيبة طيبة في جنة عدن ذلك أي الثواب المذكور هذا الثمن الأجر المذكور الأجر المذكور ذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم. شيخ نعم جنة عدن مش اسم من أسماء الجنة؟ لا في جنة لا هو وصف جنات وعدن هي صفة للجنة إقامة لا ليس اسم في جنات عدن مضاف إليه ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز. هو ما معنى الفوز؟ هو الحصول على المرغوب. الفوز الحصول على المرغوب والعظيم والأمر الكبير عظيم. ولذلك من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم. إذا الفوز العظيم من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولاحظوا من زحزح عن النار أنت تزحزح حاجة خفيفة ولا رزينة؟ رزينة. فمن زحزح عن النار يعني أن ثم النار عندها جاذبية ويصعب باش تزحزح هكا. فمن زحزح عن النار لأن جاذبية النار قوية الشهوات خفة النار حفة الجنة وباش بالمكان حفة النار بالشهوات. إذا الشهوات لها جاذبية عندها جاذبية تجذب الإنسان خليه يقبل على الدنيا. زين الناس حب الشهوات. إذا ما فإذا قال فمن زحزح اش معناتها عبارة على جاذبية تجبد الإنسان وهي جاذبية الشهوات تجبد الإنسان إلى النار.
فمن زحزح ودفع عليه وادخل الجنة فقد فاز. من زحزح، من تزحزح ولا من زحزح؟ فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعل. شكون الفاعل؟ اذا رد بالك الظن انك بشطارتك انت باش تدخل الجنه وتقول لا، هو ولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. اذا ومساكن طيب ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، اذا المساكن طيبه في زمخشري في كشاف في تفسيره يقول فمن زحزح عن النار يخرج فقد فاز. يقول هل هناك فوز اعظم من هذا الفوز؟ كلام صحيح ولا مش صحيح؟ لا مش صحيح. لا شيء. رؤيه الله عز وجل. رؤيه الله عز وجل. يوم المزيد. حسن وزير. غلط؟ لانه عنده معتقد ان الناس لا يرون ربهم يوم القيامه. ولذلك يحط الفكر الاعتزالي نتاعه في التفسير. فاش يقول؟ يقول وهل هناك فوز اعظم من هذا الفوز؟ فتنطلي على العباد تقول سيح الله سيح هذا فوز. زحت عن ادخل الجنه فهم فوز النار؟ لا، فوز هذا هو رؤيه الله الذين احسن حسنى وزياده. فما الزياده؟ الزياده خير. اذا فذلك الفوز العظيم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال واخرى تحبونها، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قال وأخرى تحبونها. الواو حرف عطف. عطف على ايش؟ جملة. جملة عطف على شنو؟ عطف على نعيم. على جزاء فوز العظيم. أخرى تحبونها على المساكن يا شيخ. المساكن هو جنة ما فيها جنة المساكن جنات لا تجهل. وأخرى تحبونها. أخرى دي جملة فعلية ولا اسمية جملة دي؟ اسمية. اسمية 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 وفعلية دخلني فيها. ما هو الفرق في اللغة العربية واللسان العربي المبين. اللغة العربية في اللغة الاسمية تفيد الدوام والثبات ينشي فاب. واخرى تحبونها نقول لكم معناها يعطينا معنى. واخرى تحبونها اذا عطف جملة اسمية على جملة فعلية. قال يدخلكم يغفر لكم ويدخلكم فعلية. واخرى تحبونها الاخرى لولانية اخروية وهذه دنيوية. دنيوية. واخرى اخرى ما شنو المقصود بها اخرى؟ هي اخرى فعلى هكا ولا اخرى فعلى ولا لا؟ اذا لابد ان هي صفه لموصوف. اش نقول؟ دنيا وحاجه لا حاجه اخرى. المساكن شيخ المصدر. لا لا على على المساكن انتهت. ما شاء الله قال واخرى وجزاء وخصلة مثلا او فضيلة جائزة جائزة أخرى. إذا وخصلة أو فضيلة أخرى تحبونها وهي تحبوها ساعات نخم فيها قبل ربما الأخرى. لما النص وأخرى تحبونها نصر من الله أي خصلة أخرى فضيلة أخرى تحبونها. لأن قد لها مؤنثة قد أخرى فعلا. إذا قد لها مؤنثة خصلة فضيلة أخرى هي صفة لموصوف. إذا أخرى تحبونها نصر. خلينا نعرفوا الجملة هذه أشكون النشر؟ هاي الشباب. إذا كان قلنا جملة اسمية قطعا. وين هو المبتدأ خبر؟ إذا كنا الإعراب سهل صدقوني سهل بشوية تدريب تولي التسالي. أنا عندي لفظ أول من لفظ الجملة. كان جملة اسمية نرجع للمبتدأ ونرجع للخبر. كان فعلية الفعل والفعل وبعد أخرى مكملات. فهمني؟ فضل وكلا تسمى فضل. إذا أنا لو جاءوا المبتدأ والخبر أخرى باش تكون مبتدأ طيب وأولى يعني على الخاصة الأخرى هذه مبتدأ
أي وين الخبر؟ تحبون الفعلي أندرا تخبرني أخرى تحبونها تخبرني الله معنا رولي عرب نتعمل ليش مش أخرى خبر أخرى محذوف اللي هي كيف إيش مثلاً لا صفة لا فضيلة صفة تفاصيل أخرى لا صفة صفة لا أما تأخذ اسم أحد أخرى مفهوم ذل وإلا تأخذ صفة لموصوف هو المبتدأ نعم نصر من الله وأخرى نصر من الله وهذه معطوف عليه نصر إذا نصر هي خبر أخرى هي جاءت نكر ولا معرفة والمبتدأ يكون معرفة هو جاءت نكر الصفة اللي معها هذه نحن تحبونها هذه نحات التنكير مضاف أي أي لا أص إذا كان نكرة وأفادت مفيدة نكرة مفيدة فنحل التنكير لأن أخرى محبوبة يعني أخرى موصوفة بأنها محبوبة لديكم وأخرى محبوبة لديكم إذا أخرى تحبونها نصر أخرى اللي هي نصر مبتدأ خبر هل ولا وهذا يشتري شنو يشتري صفة نعت هذه نعت الأخرى أخرى محبوبة يعني حطها محبوبة أخرى محبوبة أخرى محبوبة نصر من الله أنا هي الأخرى محبوبة نصر من الله أخرى نصر وإلا بس نقدر الخبر محذوف وأخرى لكم تحبونها وتولي هذه بدل إعراب ثاني وأخرى حاصلة لكم تحبونها صفة الأخرى تحبونها نصر من الله هي بدل من أخرى الأخرى هي بدل يعني الأخرى تحبون هي نص يقصد نص الأخرى يقصد بيش نوع النص إذن المسلمين يحبوا المسلمون يحبون النص يحبون النص الفوز على العدو النص على العدو وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله إذن إما نقول هذه مبتدأ والخبر نتاعها محذوف يقدر لكم أي أنتم معشر المؤمنين وأخرى لكم تحبون صفة أخرى نصر من الله هي بدل الأخرى وإلا نقول هذه مبتدأ وهذه خبر أخرى هي نصر من الله الأمر ما فيش حق إشكال إذن وأخرى تحبون لغة أخرى تحبونها نصر من الله وما النصر إلا من عند الله إذن وهذه دنيوية يعني دنيوية قال وفتح قريب هذه بشارة بشارة من الله سبحانه وتعالى إذن أخرى تحبونها نصرنا هذه جملة جاءت جملة اسمية قلنا ليش قلنا جملة اسمية لأن هذه دائما نحبها وما عشان يحبونها ورب يعد أن ديما النصر يجي فبشارة من الله سبحانه وتعالى أن أنتم تحبوا النصر وتحبوا تروا النصر لديكم وتحبوا تشوفوا يعني فنصر إذن نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب هذه هي مكة ومن بعد يعني مكة أم القرى ومن بعد القرى الأخرى تاع فارس وتاع الروم وهكذا حتى تجي روما إلى غيره وأخرى تحبون نصر وفتح قريب ونحن نقرأ اليوم نقول وفتح قريب إذن هو كان نزلتنا نحن إذا وفتح قريب والفتح سيكون قريبا بإذن الله إذا ولذلك جملة اسمية لا تتخلف جملة اسمية لا تتغير يعني يفيد الدوام إذا وعد من الله سبحانه وتعالى للي آم ولجهاد في سبيل الإيمان بالله ورسوله ويجاهد يجمع بين الإيمان والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الجنة إلى غير ذلك وفي الدنيا نصر من الله وفتح قريب بإذن الله إذا هذا تهيج المؤمنين على العمل لفائدة الإسلام والدعوة لله سبحانه وتعالى أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب هذه الفقرة الثانية إذا فيها تهيج على الجهاد في سبيل الله الفقرة الثالثة والأخيرة وبشر المؤمنين تتم وبشر المنعم فيها بشارة وبشر المنعم نزلتها تبعتها وبشر المؤمنين بشر المؤمنين في كل بهذا وبهذا بالنصر وفعلا تم ولا ما تمش تم في الله تم وفتحت الأمصار يعني فتحت الأمصار وما قال الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي إذا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بشارة لجميع المؤمنين ثم قال فقرة ثالثة ونمشي الأخيرة يا أيها الذين آمنوا
آمنوا كونوا أنصارا لله. 30 أنصار الله وأنصارا لله. كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم. من أنصار يا الله؟ الحوائيين. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأصبحوا إذا هذه فقرة ثلاثة، كنا ثلاث فقرات، كل فقرة تبدأ يا أيها الذين آمنوا، كل واحد عنده محتوى معين، كل واحد عنده. إذا هذه فقرة ثالثة، يا أيها الذين آمنوا كونوا دعوة، كونوا أنصار لله، أنصار الله، رحمك الله، أنصار الله، أنصار لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذا لنا في دعوة واضحة المعنى التعبير دعوة للمؤمنين أن يكونوا كأصحاب عيسى الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا خطاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيام رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كونوا أنصار لله كما قال عيسى بن مريم. كونوا أنصار لله، كونوا أنصار الله، أنصار الله أنصار دينا، أنصار الله يعني أنصار دينا، أنصار الله يعني أنصار دين الله. ونصرة الله كيف تكون؟ يقول إن تنصر الله ينصر بتطبيق شرعي بإيمان به وتطبيق شرعي. هذا النصر، النصر كيف؟ وتطبيق شرعي كونوا والدعوة تطبيق شرعي. تطبيق تدخل تطبيق شرعي في الدعوة لله سبحانه وتعالى، في الجهاد، في كل شيء. كونوا أنصار لله كما قال عيسى بن مريم. الماء هذه كما قال كنا نجم ترى العادة كالذي قال هكذا مصدرية مصدرية زرب اللي قال كي زرب شوي لأننا نخرج منها مصدر من بعد كقول عيسى هكذا ولا لا؟ إذا تقول ما مصدرية كالذي قال عيسى ما تجيش المعنى. إذا كقول عيسى عليه السلام عيسى بن مريم للحواريين كل حواريهم هم أصحاب عيسى عليه السلام سماهم القرآن الحواريين. من أنصاري؟ من لنا شنو؟ استفهام. من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ أي في الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ أي من أنصاري في الدعوة ونشر الإسلام إلى الله؟ قال الحواريون أجاب نحن أنصار الله. هما ثبت أن الحواريين عددهم 12 أصحاب عيسى عليه السلام آمنوا به وصدقوه ونصروه وأزروه وإلى غيره. هما 12. فقال عيسى بن مريم الحواريين قال الحواريون هم عددهم 12 نحن أنصار الله. نحن أنصار الله هذه جملة اسمية ونحن هو ضمير هكذا ولا لا؟ معرفة معرفة قال أنصار الله معرفة ومعرفة شو اللي أعطانا حصر أعطانا حصر. إذا نحن أنصار الله أي الحواريون نحن أنصار. فآمنت طائفة من بني إسرائيل يعني انقسمت بني إسرائيل إلى قسمين
وثقال من الصيدة قال عنها إن شاء الله والبقيل آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت أي جحدت لما كفرت معنى جحدت نبوة عيسى عليه السلام بل افترت عليه وعلى أمه كلاما عظيما افترت يعني كفرت طائفة إذن دعوة إلى نصرة الإسلام نصرة يعني الإسلام وأهل الإسلام فكما فعل الحواريون مع عيسى عليه السلام يعني نصروه وجاهدوا معه يعني دعوا إلى الدعوة الجهاد من حضر الدعوة حتى إذن من أنصر كونوا أنصار لله كما قال عيسى كونوا أنصار لله فاش الإنسان متنزل قال ابن كثير كلام جيد فكرته قال كونوا أنصار لله سمعت قال في أقوالكم كونوا أنصار لله في أقوالكم وفي أفعالكم وفي سلوككم وفي استجابتكم لله وللرسول في الأقوال في الأفعال في السلوك في الاستجابة لله إذن تشمل هذا كلكم أنصار الله فاش في أقوالكم أفعالكم ناصروا ويعني بالقول والفعل والسلوك والاستجابة لله وللرسول إذن هذا كما قال كقول عيسى عليه السلام للحواريين من أنصاري الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وجحدت طائفة كفرت جحدت نبوة عيسى بل أنكرت عليه ونسبت له والأم الكلام يعني الكلام العظيم فأيدنا الذين آمن أيدنا معنى أيدنا النصارى إنا قوينا نصرنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم الحقيقة السؤال يطرح هو قال فآمن الطائفة وكفر الطائفة كلها فأيدنا ما قالش أيدناهم أيدنا الذين آمنوا هو نعم قال حول حنا نصر الله فآمن الطائفة وكفر الطائفة فأيدناهم كان ممكن يقول فأيدناهم على رأي في النصر كان ممكن يقول هكذا ولا والمعنى يكون صحيح ولا لا صحيح فأيدناهم لكن لم يقل فأيدناهم وقال الذين آمنوا هذا يدل روى التأييد المؤمنين في كل وقت ليشمل التأييد في كل وقت لو كان فقال فأيدناهم هم فقط يعني الناس تقول كلام فقط لا لم يقل فأيدناهم إنما قال فأيدنا الذين آمنوا على في كل وقت على عدوهم إذا كل ما عندك عدو وأنت مؤمن ربي أيدك ينصرك ربي ثبتك وينصرك ويأيدك إذا فأيدنا الذين آمنوا على الإطلاق قال أيدناهم يحكي على الوالد لا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم سواء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من الذين آمنوا أو المؤمنون في كل زمان ومكان فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم والعدو يطلق على الفرد ويطلق على الجمع لفظ العدو يعني يطلق على الفرد ويطلق على الجمع بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو الجمع يطلق على الفرد فأي على عدو إذن على الأعداء في على ماذا فأصبحوا ظاهرين النتيجة ظاهرين إيش معنى منتصرين عاليين منتصرين العلو يعني هو الكناية عن الانتصار منتصرين نعم يعني الغالبة لهم الظهور هو العلو ليظهره على الدين كله ليعليه على الدين كله طيب هو السورة باش بدايت باش بدايت السورة سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الظهور يعني الغالبة ولا لا الظهور يعني أصبحوا غالبين يعني هم غالبين أصبحوا غالبين الغلبة باش تكون الغلبة إما تكون بالسيف أو بالحج سيف ولا لا كتاب الخصم يتغلبوا في المناقش تغلبوا باش تغلبوا بالحج وإلا في الصراع بالقوة هكذا لا يا قوة يا حج يا لسان يا سنة
كي قال أصبحوا ظاهرين أي غالبين، أيضا المؤمن يغلب بالحجة ويغلب بالقوة. واضح ولا لا؟ نحب نربط آخر السورة بأول السورة، نحب نربط آخر السورة بأول السورة. أول السورة سد علينا السورة ما السماوات من الأرض، وهو العزيز الحكيم. العزيز ما هو؟ الغالب الذي لا يغلب، قوة ولا؟ والحكيم إذا العزيز النصر إن كان بالقوة فلأن الله عزيز، وإن كان بالحجة فلأن الله حكيم. إذا عودا على بدل السورة، يعني آخر السورة مربوطة بأول السورة. الظهور والغلبة تكون إما بالحجة أو بالقوة. إن كانت بالحجة فلأن الله حكيم، إن كانت بالقوة فلأن الله عزيز. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك كثيرا ما نجد، بس أحيانا واحد ما ربما ما نفيقش بها، أما فما ربط بين أول السورة وآخر السورة بتاعها. أول السورة وآخر السورة هنا واضح لنا أصبحوا ظاهرين. الظهور بمعنى الغالبة، والغالبة إما أن تكون بالحجة والبرهان والدليل وهذا، أو تكون بالقوة والسيف والكيل إلى غير ذلك. فالظهور إن كان بالحجة، إن كان بالقوة فلأن الله عزيز، وإن كان بالوعي فلأن الله حكيم سبحانه. وهذا كان رجعنا لأول السورة، رجعنا لها. فباستراء أن السورة كلها وحدة متكاملة. إذا انتهت هذه السورة المعاني يعني الإجمالية كافية. فالفقرة الثالثة دعوة المسلمين أن يكونوا كأصحاب كالحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام. قال أنصر الله، والنتيجة وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كل زمان ومكان بالنصر، وهذا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى على النصر. إذا انتهت هذه السورة الجليلة، ومن بعد زي شوي الناس مزيد وفول نعم مقدمة على السورة اللي بعدها إن شاء الله. السورة بعد سورة الجمعة. ذات سيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الأولى فيها ثلاثة آيات. الفقرة الثانية فيها أربع آيات. الفقرة الثالثة فيها ثلاثة آيات. وآيات كل فقرة منفصلة ومترابطة، منفصلة في الحياة المعنى مترابطة مع بعضها الكل. إذن ثلاث فقرات في السورة، عندها هذه المقدمة وهذه ثلاثة فقرات. آية واحدة هي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الملك القدوس العزيز الحكيم. طيب لهنا المفاجأة من الأول أنه يسبح قبل الصور اللي تكون كله سبح. طيب وشوفنا أن التسبيح ورد بالمصدر سبحان الذي أسرى، من بعد بالماضي سبح في الحديث لنا لنا المضارع ثمن أمر يسبح. إذا هذه الأولى الصورة الأولى اللي بدأت يسبح شو يفيد التجدد يسبح نفسه. طيب يقول قائل لماذا قال سبح في الصف ولا قال يسبح؟ علاش اللي يتكلم الله سبحانه وتعالى يعني يسبح لا في السماوات، هل ينقطع التسبيح؟ لا. طيب آخر سورة الجمعة ما يقول؟
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما خير من الله. يعني في كأنه عتاب للمؤمنين اللي تركوا صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قافلة جاية محملة خلاوه ومشى، قطعوا العبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أن الكائنات كلها تسبح باستمرار ويتجدد التسبيح. إذا ملول يعني فما علاقة يسبح لله داود ما في السماوات وما في الأرض، لأنه الملك القدوس العزيز الحكيم، وأنتم اقطعتوا العبادة والطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا في عتاب، وجاء فعل مضارع يفيد التجدد، يعني يسبح 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 قاعدين ويتجدد التسبيح. إذا في هذه الإشارة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اللي زايد على الآية سورة الصف الملك القدوس، الملك القدوس والعز الحكيم موجود. نحن أنا شفنا أن سورة الصف وهو العز الحكيم، العز الحكيم المعنى تاعهم موجود في السورة، في خلال السورة الكل موجود. إذا الأربع هذه أسماء باش تكون هي موجودة هذه يعني مقدمة. إذا هو المقطع وبيان لسورة باش نقف فيها ما معنى الملك والقدوس والعزيز والحكيم، وهذا ما يغيبش علينا أثناء يعني الشرح إن شاء الله. إذا يسبح لله سبحانه الملك القدوس العزيز الحكيم. طيب ثم يقول في بداية الفقرة الأولى يقول هو الذي، لا مش نحن صراحة، هو الذي بعث في الهيكلية، هو بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذا وش الصلة ما بين الكلام وبين المقدمة؟ الملك عن الملك الذي له الملك التصرف، الملك يتصرف كما يشاء ملك. طيب والقدوس معناته المنزه عن كل عيب وسوء عن نقاص. اذا ملك يتصرف كما يشاء، هذا الملك قدوس اي منزه عن النقاص، عزيز له الكلمه هو الغالب هو الغالب سبحانه وتعالى، وحكيم يضع الاشياء في مواضع. اذا هالمعاني هذه باش نلقاها متجلات في بقيه الايات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين شكون؟ العرب. سموا أميين علاش؟ نسأل الأمي من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولماذا سمي أمي نسبة إلى أمه؟ أمك تقول يقرأ يعرف يقرأ يكتب؟ لا. إذا باقي نسبة الأمه كما ولدت يعني مازال ما تعلمش، فيسمى أمي نسبة إلى أمي، يعني سمعت إلى أمي، النسبة إلى أمي. إذا لم يتعلم لم يقرأ، والمولود عندما يولد مازال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا الأمي، إذا بعث في الأميين رسولا، رسولا منهم من الأميين، هذا أمر عجيب. بعث في الأميين رسولا من الأميين يتلو عليهم شنو؟ آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. عندما نرجع المعنى ده كانوا يعني اليهود الكتاب يعني يسخروا من العرب انهم هم اميه لا تقرا ولا تكتب وما عندهاش رساله سابقه، ما عندهاش رساله سابقه، اميه ما عندهاش ذات رساله. ومع ذلك بعث في الاميين بعث رسولا امي رسولا اميا يتلو عليهم اياتي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. اذا اليهود ما عجبهمش أن تكون الرسالة الخاتمة عند العرب وحسدوهم على ذلك. وهذا قال ربي سبحانه وتعالى لكن الملك يتصرف كيف يشاء فيضع الرسالة في الحب.
في الأميين مش ملك. إذا هذه آثار الملك في الهنا، واضح ولا لا؟ هو ملك تناقشه ولا؟ لأن الملك والله الملك مش ملوك الدنيا، حكي واحد لك مش ملوك حد شيء. أشباه ملوك، أشباه رجال، أشباه رجال. أما الملك نحكي عن الملك بالألف واللام. الملك هو الذي بعث في الأمين رسول، إذا هو يتصرف هل ينتقد؟ لا. لماذا لا ينتقد؟ لأنه قدوس. شفت إذا شفت رجل حداها قدوس بعد. لماذا لا ينتقد؟ هو ملك يتصرف كيف يشاء، ونحن نعرف ملوك الدنيا تتصرف باطل في باطل إلا استثناء مرة. فلنا قال كلام قدوس مبرر من خاص. إذا ما يفعله يعني الملك يفعله وهو منزه عن كل النقائص. شفت فيش صرنا ربط ولا فماش ربط بين بعض؟ هو العزيز. إذا هو الذي ما أراده يكون، ما أراده يكون. والحكيم يضع الأشياء، اختار. لماذا كانت الرسالة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لخصائص موجودة عند العرب مش موجودة في الأقوام الأخرى؟ إذا هو حكيم وضع أشياء في وضع. إذا بداية السورة تسمية السورة الملك القدوس العزيز الحكيم، بس نعرف الآثار نتاعها من بعد في هذا. ثم بعد إن شاء الله نشوفه بعد يتلو عليهم آياته. إذا يتلو عليهم آي... الأم يتلو، لا إله هو الأم هو الذي يتلو، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نجمش نربطهم بهذا كيف؟ يتلو عليهم آيات الله، إذا الملك هو أمرهم بذلك. يزكيهم لأنه قدوس، يحبهم يتزكوا بالطهر. هو يزكي، هو القدوس، ويزكيهم ولا لا؟ وكي قلنا العزيز الحكيم يعلمهم الكتاب والحكمة، ليس هو الحكيم. إذا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، بقى العزيز هو النافذ، يعني أمره نافذ سبحانه وتعالى. يتم هذا، يتم هذا بإذن الله، وقد تم وقد. إذا الحقيقة ما في السورة هو يعني معاني، شرح بعض معاني الملك القدوس العزيز الحكيم. ولذلك كانت هذه المقدمة وهذه الفقرة الأولى هو الذي بعث. المرة الجاية نرجع لها بالتفصيل إن شاء الله. ولنا نبدأ فيها شوية وتخش من زي ما بخلي المرة الجاية. أنت تقرأ أولكم. مش القرآن بحر ولا مش بحر؟ كل كلمة في حسابها، كل أحوال. مش كل ملك قدوس كذا كمان؟ لا، نحن جات ملك قدوس يعني. ملك القدوس عزيز حكيم يسبح لنا سبح غديك. لا، ثم إشارة يعني. شيخ مولد في السماوات وما مش بالأرض المرة زي صار نساوي، لأنه هو في معرض الحديث، في معرض الامتنان على أن التسبيح ويزمش ينقطع التسبيح وينوم عن القطع على العبادة، فيقول ما في السماوات ويزيد ما في الأرض. يعني الأرض يثبت التسبيح المتواصل. إيه إذا على كلمة ما أنت للتغليب فهمتك شيء. مش معاود. علاش؟ علاش معاود؟ في بعض الأيات. لا لا، لتأكيد أن ما في السماوات تسبح وما في الأرض تسبح، لأن الأمر يستدعي أن الإنسان يكون في عبادة، يعني في عبادة، في عبادة، يعني يكون ما يقطعش العبادة مع الله سبحانه وتعالى، حتى انقطع يرجع، لأن يعني الكائنات كلها قاعدة تسبح، اللي في السماء واللي في الأرض، كل شيء مهم شيء اللي يسبح بحمده. يعني مش الدلالة أنه لأمر صار في الأرض. لأمر؟ لأمر حدث بالأرض. اللي هو؟ لأني دلالة اسمه فهمت. يعني سبع الماء في السماوات والأرض، الأرض هنا زيادة في الماء لأمر حصل يعني في الأرض. لا لا أخص أخص يسبح لله ما في السماوات، مش ماش معرضة. أخذت موصولة بمعنى إيش معرض؟ فعل الذي يسبح هو ماء، فهمت كيفاش؟ يسبح لله، أصل معنى كيفاش الجملة؟ يسبح لله الملك القدوس العزيز الحكيم ما في السماوات وما في الأرض، هذا التعبير أصلا. واضح؟ يسبح لله الملك القدوس العزيز الحكيم شكون؟ ما في السماوات وما في الأرض، وكفاء. يسبح ماء. مش لأمر الماء، لا لا.
شيخ كريم يدور لي يدور لي في الحصة الواحدة الأولانية اللي ما يعني لما تأتي وما في الأرض ولا تأتي والأرض يعني هنا يعني خطر بيان صفة المولى عز وجل صفة مالك القدوس لكن لما تجي والأرض اللي بعدها يكون شيء خاص بالأرض هذا نعم قاعدة أيضا تتحكم بعد الأرض إذا جاءت ما في الأرض على الماء وزيد أيضا معنى آخر أنه التسبيح بشيف بالتسبيح في السماء والتسبيح في الأرض يمكن من لم يعرف عن نصوص العلم في شيخ نظري جديد في تفسير القرآن هذه نظرية نظرية البنيوية في تفسير القرآن الخليفة محمد بن يوسف طبعا أنا ما اطلعتش عليها حقيقة يعني ولكن بعد ما اطلع لازم نزود إن شاء الله بعد ما اطلع نزود فما أسأل من الأسماء اللي فات هذيك من الأسماء نسيته قال تعالى في سورة آل عمران عن عيسى في عرض كتاب الحكمة والتوراة والإنجيل فما هو من المراد من الكتاب والحكمة بالنسبة لهنا تنشوفوها هو الذي بعث في الأمين رسول الله عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه والحكمة الحكمة هي السنة الحكمة في الآية بتاع سورة الجمعة هي السنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة أيضا كل تعاليم القرآن الحكمة نرجعوا لها من سورة الإسراء نرجعوا لها أيضا من سورة الإسراء المرجع حتى كان ما ذكرتهاش ذكروني فيها أنتم الحكمة هي مش نرجعوا بالشرح الواحد الواحد إن شاء الله هذا عملت هيكلية فقط للربط بين المقدمة وبداية واحد أسأل في المرة اللي فهمت فهمني متعلقة بالدرس فهمش متعلقة يقول ما معنى أن محمد صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمه يعني أول من يحشر هو رسول الله والأخرين هذا كله يعني هو الأخرين كانوا تحت قدمه يعني بعد يعني بعد يحشر يعني هو أول من يتنشق عن الأرض شكون رسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الأخرين يجي بعد فهو الأول هم إذا هذا من فلذلك إذا الإنسان يدعو إلى أي شيء وهو لا يفعله لا يعني قال لما تقولون ما لا تفعلون قال أنظر الآية دي تدعو إلى أن الإنسان ما يدعو حاجة هو يحاول أن يكون أن يفعل أن يدعو إلى ما يقوله وما يفعله أيضا لكن لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكنا يزم حتى واحد متوفر فيه الشرط هذا حتى واحد متوفر فيه هذا الشرط ولذلك تدعو وتصلح نفسك وتدعو في آن واحد وكي تدعو واحد وانت ما فيكش أدعو نفسك وانت تدعي الآخر حط نفسك قدامك وذا معه من الحكم من إنزال الله سبحانه وتعالى عدة شرائع على سبيل أخذ كل أقوام وشنو المستوى بتاعهم فاكتملت يعني البشرية ومنتجة البشرية باش ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأقوام يعني كل قوم ما زالوا يعني فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل نبي عنده شريعة خاصة تناسب الزمان تناسب الوقت ذلك أو العبد ذلك فالله لأنه حكيم سبحانه وتعالى لكن الشريعة اكتملت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً هذا الخلاف في ديسمبر وسقوط الغرب في جويليا الزهاد مهجمان والله أعلم هذا ليس قرآنا وليس سنة حتى يجب إنسان إيمان به هذا ما أقوله وربي سبحانه وتعالى هو اللي أعلم لماذا قلت ولماذا أقوله ولي جواب عند ربي لماذا قلت هذا الكلام وأنا هذا بالنسبة لي يقين هذا بالنسبة لي يقين بالنسبة لي لكن ليس قرآنا وليس سنة وليس سقوط الغرب بداية من جويليا إن شاء الله ما قلتش في جويليا بداية من الصيف صيف سخون يعني واحدة سخون من السخون بداية إن شاء الله تبدأ ويوميا تولى الغرب معه وهذا والحمد لله أنا قبل الصيف اللي عمل قبل الصيف تعدى ذكرت أن الغرب مش يمشي يسقط كل شيء حتى قبل والحمد لله ثم ذلك والنتيجة الباقية هي مجبجي إن شاء الله في جويليا
هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يزكي؟ لا، يعني مش هذا، نشوفه إنسان ليس هو الذي يزكي، يعني إنما هو يوريك طريق التزكية، طريق التزكية. أو يا ربي هذا نشوفه من خلال سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان الناس يجتمعون دائما حول رجل واحد يقودهم ويحرضهم عن الجهاد. وبعد الرسول كان هناك نماذج أخرى سواء في الحروب الصليبية والتتارة وغيرهم. السؤال بالإضافة ما تشيئش الضغط دائما الصدق والإخلاص لم يستيقظ إلى الصدق والإخلاص، هل ينقص هذه الأمة من يجتمع عليه الناس لإقامة دولة الخلافة؟ نعم، نجم تقول، نجم تقول صحيح إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى لم شعث الأمة هذه ويجمع بينها وصدقني النصر قريب قريب، وكأني أراه رأي العين، وكأني أراه رأي العين، صدقني وكأني أراه رأي العين. وهذا سنذكره جميعا إن شاء الله كما قلت لكم أشياء قبل بإذن الله ثم بإذن الله. شنو الواجب التعلم؟ الواجب الواجب التعلم تزيد علم، خاطر الأمة تحتاج العلم، أن تحاول باش الدعوة تو الدعوة، نحتاج للدعوة، يعني صراع، نحن تو نعانوا في صراع بين يعني حضارة غربية تحب تهيمن على أمة الإسلام وبين يعني حضارة تحب تعاود تقوم من جديد. فلنا لا نكتفي بالصلاة والصوم والحج وأحسن كذا ونخم باش نعمل عمرة وباش نعمل كذا، إنما خم أيضا في الدين هذا، كيف تنشره، كيف تعلي الكلمة نتاعو، كيفاش ترجع للباطل، كيفاش تبين أن الإسلام هو الحل ولا حل إلا في الإسلام. هذا يكون دورك، يكون عملت لبنة في بناء دولة الإسلام. الله سبحانه وتعالى سيجمع، سيجمع مش يألف بين القلوب، الله سبحانه وتعالى يألف بين القلوب. أكتشوف العادات على الإسلام، أي خطأ أي حاجة يعني الإعلام يأخذها وينشرها ويعملها كذا، ونحن في صراع، أنت واجه الصراع هذاك بين الزيف نتاعهم والكذب نتاعهم والدجل نتاعهم بكل ما أوتيت يعني، وبين أن الإسلام هو الحل وأن الإسلام هو كيف أتمكن مع الجملة السلفية. إذا كان الكلام مفصول عن كلام يعني عادة ما تماش ربط الواو ولا فاء، فالغالب أن تكون جملة استنافية وقد تكون بيانية. ساعات استنافية استنف كلام تمام. لعل هذه الآيات التي تدارسناها اليوم فرصة لكي يلقي شيخنا الكريم كلمة فيما نراه ونسمعه ونعيش اليوم من انقسام وفرقة وتعصب الأخوة واتصال الأوان نعم والفرق والنفس اللي رحم الله في غياب شبه تام للحكمة ومراعاة واقع الناس وجهل. نعم كلامك صواب، الله يبارك فيك. يعني الأمة يعني نعيش انقسام، نعيش تمزق، نعيش هذا، وهذا لا يكون، لأن إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا الأمر هذا اللي فاسد. الحقيقة لو كان عندنا هدف واحد كنا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى ما تفرقنا، لكن نحن نحن نرضو أنفسنا، نرضو الجماعة نتاعنا، نرضو حزبنا، نرضو كذا. هذه لما دخلت هذه دخلت الانشقاقات، واحد قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتكم أو يلبسكم شيعا، هذه هي، أو ويذيق بعضكم بأس بعض. فشوف في مصر، شوف في كل بقعة فرقة، كل الناس، كل حزب بما لديه فرحون. الأمة ما توصلش بهذه، لن تصل بالانتخابات، لن تصل في رأيي هذا، حتى من خالفني في الرأي لو ذلك ما كان هذا، أنا لن تصل الانتخابات، لن تصل إلى هذا، لن تصل إلى إقامة الدولة لا بالانتخابات ولا بس مدير. شوفوا في الجزائر شنو عملوا، يعني كل الغرب قالوا راهو شفافية ومتعدات أحسن من إيران، وهي كلها يعني تدليس. إذا ليس طريق، الطريق اللي مازال يوم هذاك مازال بعيد عن الإسلام، بعيد عن الفهم الإسلام الصحيح. اليوم نحن ممكن بالديمقراطية وصديق الاقتراع نولي وكيف، هاي أبدا، يعني الديمقراطية أصلا هي الشر، هذه الشجرة بتاع الديمقراطية من أكل منها بدأت سوءته. صحيح. يتعرف كيف مشاهدة على الجنة بيه. هي من أكل منها بدأت سوءته، شوفوا كل واحد أكل منها لو تفضح. لكن في الجنة ثم طفي غير صفاني، ثم ورق لنا ثم مش حتى ورق بشي تغير. أنا في الفارغ. هل اشترط الله الإيمان للجهاد؟ نعم الجهاد لابد إيمان.
تؤمن بالله تجاهد بلاش إيمان حد شيء. شو معنى حد شيء؟ حمية ما لا بد الإيمان والإيمان كل شيء. كل اللي لن يقبل شيء إلا بالإيمان. من عمل الصالح من ذكر أنثى وهو مؤمن وهو الحال أنه مؤمن. جملة حالية والحال أنه مؤمن. من المقصود في هذه السورة فقط جهاد السيف. لا جهاد السيف يعني جهاد بالقوة نقصد. جهاد السيف يعني مش على كلمة فقط. أما جهاد كلمة جهاد السيف هو جهاد بكل الوسائل يعني هو كل الوسائل بكل كل الوسائل المتاحة يعني. أما السيف خلى اللغة لفظة فقط تقال. ثم اسم الكتاب الذي يتناول المعتزليات زمان الشريف الإمام البلقيني الشيخ فما كتاب بتاع الإمام البلقيني شيخ ابن حجر هو الذي يعني خرج لكن لا تذكر العنوان تاعه بالضبط على المرجعيه صار في كله. لما البلقيني الامام البلقيني هو الذي كتب خرج المعتزليات تاع الزمخشري خرجهم بالمنقاط قاع بالمنقاط خرج بالان شو ظاهرين خاطر هو ذكي برشا ذكي برشا. أمام الحملة الشيسة السلفية لتمسك بسمة السلفية بيد الله. والله الأولى أنه هي طالما أن قسمت اللفظ بتاع السلفية قسم الناس وغلب وهي بدا السلفية قسمت إلى أقسام واحد. لو على قلنا يعني كل الإسلام يكون يعني أفضل أنه مسلم لأن ولات مركزة على سلفية 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 وكأن فاهمين أنه دين جديد والحال أنه تمسك بالكتاب والسنة وبسلف الصالح منهج السلف الصالح. لكن بما أن اللفظ ذاك الأولى أن نخرج من هذا حتى بعض وهذه يشاركني في هذا رأي برشا من الخيان فالأولى أن نخرج هو سماكم مسلمين من قبل ومدام ولات هي طائفة وحدها كأنها تحب عندها دين يمكن يظنوا عندها دين واحد وعنده سيف فالأولى أن ما تقول. جماعة الأحمديين الرجاء تنبيه على جماعة الأحمديين هذا من يكون يعني السنة وعملوا مرة قناة يقول لي وبعد قناة يحاربون السنة الإسلام يعني فتن نحن توخزر أقول لكم على الحقيقة نحن نعيش فتنا نعيش فتنا كقطع الليل المظلم واللي ما نجاوش ربي سبحانه وتعالى اللي مزيق ما ينجاوش ما ينجوش وماشي امتحانات وابتلاءات أكثر. رأيتم كيف أن العلماء قاعدين يتساقطون كأوراق الخريف هكا ولا لا قاعدة تتساقط مواقف مضطربة مواقف مش نتاع واحد مش نتاع الناس وإذاك حتى الشباب ما عادش مستعر به كلها لمها كلها بكدسة وطيش فهمت كيفاش على عمامة مش عمامة عنده دكتوراه ما عندهش دكتوراه متخرج من كذا قرأ عند فلان ما قراش عند فلان مفيد مواقف هذا عنده حق الشباب عنده الحق في هذا الشباب عنده الحق في هذا إذا تعريت كلها إلا من رحم ربي وقليل ما هم وذلك أختي يعني امتحان كبير ياسر وولينا مشايخ يحطوا فينا على الديمقراطية ويحطوا فينا على الكذا ويحطوا لا حول ولا قوة إلا بالله يقولوا إن لله وإن إليه راجعون وإنما ذلك هو مراد الله سبحانه وتعالى لا تقول خلاف إلا على رجال صادقين صادقين ما تقومش الخلاف إلا على رجال صادقين ينقسم الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه فسطاط كفر لا إيمان فيه الناس ماشي ينقسمها كيف باش تمشي تنقسمها كيف وهذه سنة ربي سبحانه أمال أشتار مع ستم يعني شوية منه شوية منه مع ستم يا هكا يا هكا تكون أنت تكون مسلم قلبا وقالبا ولا سيء بعدين تفهمش برا خذ الديمقراطية خذ الاشتراكية خذ برشا المذاهب برشا كيف ودافع عليها كما تحب لا يا إسلام وإلا لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا إسلامك هو دينك هو روحك هو كل شيء دافع لي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وضع عنك راض. شفنا أخوتنا في سوريا أعطانا نماذج رائعة جدا في التضحية بالله عليك أنه كان جاءت في غير ذلك البلد الممكن مش يصبر الصبر هذاك الصبر يعني صبر عجيب عجيب رأي قراء أصبحت أشباحا دمرها المجرم الطاغية بأكمالها 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 سفهم المعنى عاش عارف لا عنده لا ولد عم ولا ولد خال ولا عنده لا أبوه ولا أم ولا أولاد ولا ما حتى شيء يعني دمر الكل ومع ذلك الصبر ويقول المالنا غيرك يا الله مالنا غيرك هذا هو النصر يكون بأمك ما هكيك يكون بأمك ما هكيك
ولذلك الابتلاء هذايا هم يدفعوا ضريبة علينا كل، قاعدين يدفعوا في الضريبة علينا كل إخوان، لأن النصر غاديك إن شاء الله، والخلافة غاديك، والغرب يعرف هذايا أكثر من علمانا وأكثر من أشبه رجال تاع اللي يحكموا فينا، وكل أكثر منهم كل فهم يعرف، كل يعرف الغرب يعرف هذايا ومركز على هذايا، ولذلك محاصر سوريا من كل الجهات، من كل جهات، والشباب اللي يمشي جاد يتيح في المخافدين المخابرات والمخابرات الأمريكية ويعطوه البشار. أمريكا تعاون في سوريا، البلاد العربية تعاون في سوريا، كلها قاعد الغرب كل قاعد يعاون في سوريا، يعني في النظام السوري، ولكن السوريون لهم الله سبحانه وتعالى، الجهة معهم الجهة التي لا تغلب أبدا، تثبيت شوية فقط، وربي سبحانه وتعالى عن قريب يأتي النصر، وما يهل إن شاء الله بإذن الله العام الجديد إلا والراية تكون مرفوعة بإذن الله، بعز عزيز وذل ذليل إن شاء الله سيكون هذا بإذن الله. وأنا الذين يحاربون بعض إخوة من تزم الإسلام يحاربون من السبب فنسكت عليهم ونواجههم أو نحذر العام. لا، كل من حارب الحق تنبين نبين، لا نبين ما نسكتش، لا نسكت، لا نبين هذه لنا فترة تمحيص ولكن إذا كان باش يشغلون على الدعوة العامة لا نحن لأنه سيركمون، فما ناس سيركمون، سمعت يعني يجرهم الطيار، يعني يمشي عبارة يطيش في الثنية، ما فهم شيء وما يحبش يفهم، تجي تسأل سؤال يقول بتقيخ، خلنا نعمل تليفون وتنقل يعمل تليفون يجيب إجابة من برا، فهم كيفاش إجابة أي ولا لا، يقول أنت شبيك أنت فهمني واحد أنظر لا إله الله، ساعات تسأل سؤال يقول بتقيخ، أنا نسأل ساعة الشيخ متاعي وين مشيخ شيخه في البقعة الفلانية، هل عرفت وشكون هو؟ مش متابع مخابرات سبق أغلبنا المخابرات هم خلفان دلس سيفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، أغلبنا المخابرات بتاعنا كذلك سيتبين الحق، ربي سبحانه سينصر بيدس، والله يا شباب كونوا على ثقة بأن الله سينصر هذا الدين والنصر عن قريب، ولذلك رد بالكم تتخاذل لا تتخاذل، رد بال يعني شد الإسلام، الإسلام حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، النصر بش ينصر ربي سبحانه وتعالى بش ينصر الرجال الواحد، والله الأحد اللي في سوريا قاعد بعد زمان الليلة السوداء، سميت الليلة السوداء في دمشق، يعني أرادوا افتكاك القصر وتعامل مش اسمه أبشر، أرادوا افتكاك ولكن أرضي ما قدرش وقتها، ولكن أراد رجال يعني واحد، ولكن عارف يعني في الجيش كل العالم معنا، يعني نضرس رجالات من المخابرات الداخلية والواحد يعني وقع سحقهم سحقان، لكنه يتكتم الإعلام والواحد يتكتم، وذلك الخوف منهم ما غاديك، فمن رجال صادقين يعني بايعوا الله، بايعوا على الموت وبايعوا على الجهاد في سبيل الله، يعني رجال موجود غاديك ينتظرون، يعني منهم من قضى نحبه ومن أن ينتظر، والأمة بخير إن شاء الله والنصر، الملائكة في سوريا تؤيد المسلمين، الملائكة في سوريا تؤيد المسلمين، وعقر دار الإسلام، عقر دار الإسلام بالشام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقر دار الإسلام بالشام، وإذا هي تدفع ضريبة أكثر من أي واحد، نحن نهارات عملوهم ناس كاي واحد شاد الزجاجة من فوق يعيطوا لداتي كاي لا حول ولا الزجاجة يعود يعني، والأخرى لمسة السمساري قالت لداتي عاد رجعونا لقبل الخير فهم يخلنا نعيش خلنا لا إلا أيضا فشات أنا بين واحد قال واحد ماتوله ولاد كل عائل كل، أقول لك يعني الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى من يعني رجال هذاكم رجال يعني، فالنصر بأمة الإسلام إن شاء الله، النصر والحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك.